ابراهيم، انا دكتور طارق عمر، استاذ طب الاطفال والامراض العصبيه في الاطفال كليه طب جامعه اسكندريه. مهم جدا في اسلوب التعامل معاه بغض النظر عن الوسائل العلاجيه الطبيه المقترحه، ان احنا لازم نفهم ان الولاد ما بيعملوش الكلام ده بمزاجهم غصبا عنهم، وعشان كده اسلوب العقاب عمره ما بيجدي معاه. هما محتاجين حزم طبعا، لو في اخطاء ارتكبت لابد من يكون في ثمن قصاد الخطا اللي ارتكب، لكن الشيء المهم جدا جدا ان لازم الحياه بتاعتهم تبقى متنظمه، يبقى في جدول لنظام اليوم عندهم. الولاد دي بتقدر انها سلوكياتها تتغير تماما لو في جدول بيتعمل، والجدول ده بيحدد المهام اللي بتتعمل في كل وقت هتبقى ازاي. من الحاجة المهمة جدا غير جدولة الوقت بالنسبة لهم المكافآت. الولاد دول بينبسطوا كتير جدا لو فرض ان كل تصرف بيعملوه بيتم مكافئتهم عليه. استحسان التصرف والمكافأة على السلوك السوي ده بيخلي عندهم مقدرة على ان هم يقدروا ينتهجوه، وهم ذات نفسهم يعملوا سيلف كنترول، يقدروا يتحكموا في نفسهم عشان خاطر السلوكيات دي ما تظهرش. في نهاية المطاف الاضطراب ده ما هوش حاجة كبيرة، ما هوش مشكلة عويصة. اللي بيعمل فيه مشكلة عدم تفاهم المدرسة او عدم تفاهم الاهل لطبيعته، لكن كتير جدا جدا من الولاد بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي وتحصيلهم الدراسي بيبقى مفيش فيه اي مشكلة، سواء كان باسلوب التدخل الطبي او بمجرد تغيير سلوكيات التعامل معه.